بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، موضوعنا هذه الليلة هو حول امتداد لمناقشة قضية اعتقاد الرافضة أو الشيعة في مصادر الإسلام. سنقف هذه الليلة بالذات عند عقيدة الرافضة حول قضية الإجماع. فمعلوم أن الإجماع هو من أصول أهل السنة. الإجماع من أصول أهل السنة، وهو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يعتمد عليه في العلم والدين. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إجماع السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعا، يعني الإجماع معروف أنه معصوم، أن الأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ. فالإجماع إذا ثبت فإنه إيه؟ فإن الأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لن يجمع الله أمتي على ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل الثالث من أصول الإسلام، متى ثبت الإجماع. وهو أكبر مظنة لثبوت الإجماع هو السلف الصالح أو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعا، ولها في هذا الباب عقائد مخالفة فنذكرها فيما يلي. أولا، الشيعة تعتقد أن الحجة في قول الإمام لا في الإجماع، الحجة هي في قول الإمام وليس في الإجماع. فنقلت كتب الأصول عند أهل السنة أن الشيعة تقول إن الإجماع حجة، لا لكونه إجماعا بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم حجة. يعني الإمام المعصوم إذا قال قولا بنفسه منفردا فهو حجة، كذلك الأمة إذا اجتمعت فإن الحجة لا تكون لأن الأمة اجتمعت، ولكن لأن في ضمن هذا الإجماع يشتمل هو على قول الإمام المعصوم، يعني ليس بحجة لأن ما زالت الأمر يدور على الإمام الحجة في زعمه. ونستطلع فيما يلي رأي الشيعة من مصادرها. يقول المطهر الحلي: الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجمعوها حجة لأجله لا لأجل الإجماع، وبمثل هذا قال عدد من شيوخهم. إذن الإجماع ليس حجة عندهم بدون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته. فما دار حجية الإجماع؟ هو على قوله لا على نفس الإجماع. فهم في الحقيقة لم يقولوا بحجية الإجماع، وإنما قالوا بحجية قول المعصوم
ودعواهم لاحتجاج بالإجماع تسمية لا مسمى لها. فقول ابن المطهر الإجماع عند حجة عندنا هذا لغو، هذا من لغو القول، إذ الأصل أن يقول الإجماع ليس بحجة عندنا لأن الحجة في قول الإمام المعصوم، فمن لغو القول أن يصدر كلامه بقوله الإجماع حجة عندنا. لماذا؟ لاشتماله على قول المعصوم، فهذا كلام لغو لا قيمة له لما يقول الإجماع حجة، لأن حقيقة الأمر أن يقول الإجماع ليس حجة عندنا لأن الحجة هي في قول الإمام المعصوم. فهذا هو مقتضى مذهبهم، فهم جعلوا الإمام بمثابة النبي أو أعظم، فهو عندهم ينكت في أذنه، يلهم في أذنه بما يقول، ينكت في أذنه ويأتيه الملك، الملك الإمام المعصوم يأتيه الملك، بل يرى خلقا أعظم من جبرائيل وميكائيل إلى آخر ما فص ما يعني يعني نجد تفاصيل ذلك في معتقداتهم في السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهم ليسوا بحاجة للإجماع والإمام حاضر بينهم، كما أن الصحابة ليسوا بحاجة للإجماع والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر بينهم. فعندهم في كل عصر نبي يسمى الإمام، والحجة في قوله لا في الإجماع، ولهذا قالوا ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما هو مستقصا في كتب أصحابنا الإمامية أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه، فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داخلا في جملتها لأنه سيدها، والخطأ مأمون على قوله، فيكون ذلك الإجماع حجة. فحجية الإجماع عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم. والأرض لا تخلو من إمام، لأنه كما يزعمون لو خلت الأرض من إمام لساخت، لانهارت الكرة الأرضية لو خلت من إمام. فعندهم أن لابد في كل عصر من إيه؟ من إمام معصوم. فمعنى أنه لو خلت الأرض من إمام لساخت، ومعنى أن الحجة ليست في الإجماع وإنما هي في قول الإمام المعصوم، فهذا في الحقيقة هو استمرار تعطيل لمبدأ الإجماع، أنه سيبقى معطلا. لماذا؟ لأن في كل عصر لابد من وجود إمام معصوم. وأنت إذا تأملت أقوالهم في الإجماع لا تكاد تلمس فرقا بين مفهوم السنة عندهم والإجماع إلا باللفظ فقط، لأن أنت إذا أردت أن تعرف السنة فالسنة هي إيه؟ يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أما السنة عندهم فلها تعريف آخر، السنة هي قول المعصوم، قول المعصوم. والإجماع المعتبر عندهم هو الكاشف عن قول المعصوم. ولك أن تعجب لماذا يعدون الإجماع أصلا يقررونه في كتبهم الأصولية وهو اسم بلا مسمى، حتى قرروا بأنه لا عبرة بأقوال فقهائهم ولو بلغوا المئة. يقولون أما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم، فلو خلى المئة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو كان في اثنين يعني لو رأي اثنين واحد منهم هو الإمام لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قول الإمام المعصوم. إذن معنى هذا أن الإجماع عند الرافضة لغو لا فائدة في القول فيه أصلا، وإنما نهاية أمرهم أنهم سموا السنة باسم الإجماع. يبدو أن هذا الاعتراض أثير على الشيعة في عصور متقدمة، فقد نقل بعض شيوخ الشيعة عن الشريف المرتضى أنه قال إننا لسنا بادئين بالحكم بحجية الإجماع حتى يرد كونه لغوا، وإنما بدأ بذلك المخالفون وعرضوه علينا فلم نجد بدا من موافقتهم عليه، فوافقناهم في أصل الحكم لكونه حقا في نفسه وإن خالفناهم في علته ودليله، يعني أنهم قلدوا لمجرد التقليد والمحاكاة. ويقول صاحب قوامع الفضول أيضا من الرافضة تنعدم فائدة الإجماع لو علم
حال شخص الإمام خروجا أو دخولا أو حال قوله تقية أو نحوها، لكن الذي يسهل الخطبة هو أن عقد باب الإجماع منهم دوننا كي يتجه علينا ذلك. مدام أهل السنة اعتبروا هذا أصلا، فلماذا تجارونهم وعقيدتكم في الإمام تناقض القول به أصلا؟ يقول محمد رضا المظفر: إن الإجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم. الإجماع فقط يكون له قيمة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم، بأن يكون متضمنا ومشتملا على قول المعصوم. فإذا كشف على نحو القطع، إذا كشف الإجماع عن نحو القطع على نحو القطع في قوله، فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف، مش الإجماع، لا الحجة مين؟ الإمام نفسه، فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها، لأن السنة هي قول المعصوم، والإجماع ليس بحجة إلا في ذاته، وإنما لأنه يشتمل قول المعصوم، يبقى رجع الإجماع لمعنى السنة عندهم، إن السنة هي قول المعصوم والإجماع أيضا قول المعصوم. ويقول رضا الصدر: وأما الإجماع عندنا معاشر الإمامية فليس بحجة مستقلة تجاه السنة، بل يعد حاكيا لها، إذ منه يستكشف رأي المعصومين عليهم السلام. ويذكر شيخه محمد جواد مغنية، وهو من شيوخهم المعاصرين، أن ثمة تباينا بين موقف متقدم الشيعة وبين موقف متأخريهم في مسألة الإجماع، حيث اتفق المتقدمون من الشيعة على أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وغالوا في الاعتماد على الإجماع حتى كادوا يجعلونه دليلا على كل أصل وكل فرع. وعد المتأخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر، ولكنهم أهملوه، بل لم يعتمدوا عليه إلا منضما مع دليل آخر في أصل معتبر. هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأن من المتأخرين منهم من يعد الإجماع دليلا مستقلا. هذا وإمامهم انقطع ظهوره منذ القرن الثالث. نرجع للمشكلة العجيبة بتاعت الشيعة، لأن الإمام المعصوم الذي يقولون إن الحجية في قوله سواء السنة أو الإجماع انقطع ظهوره منذ القرن الثالث، فكيف الطريق للوصول لرأيه الكاشف عن حجية الإجماع؟ كيف نستطلع رأيه حتى يكشف لنا عن حجية الإجماع؟ يرى شيخهم الحر العاملي ومن سلك سبيله من الإخباريين أنه يتعذر الوصول لرأيه بعد غيبته، مش قادرين نوصله لأنه غاب الغيبة الكبرى، وبالتالي لا يثبت الإجماع، لأنه لا يمكن تحصيل العلم بدخوله فيهم ولا يظن به بعد غيبته، فلا يدرى في البر أم في البحر. احنا مش عارفينه فين المهدي، في البر ولا في البحر، في المغرب أم في المشرق، بينما يذهب الأصوليون إلى ثبوت الإجماع وإمكانية معرفة رأي الإمام. يقول شيخهم الهمداني في مصباح الفقيه: إن المدار على حجية الإجماع على ما استقر عليه رأي المتأخرين، ليس على اتفاق الكل، بل ولا على اتفاقهم في عصر واحد، بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس، والحدس هو الظن والتخمين. إزاي بقى استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس تخمين؟ من فتوى علماء الشيعة الحافظين للشريعة. لما نشوف علماء الشيعة الحافظين للشريعة بيفتوا بإيه، يبقى نخمن هم أكيد كلامهم ناشئ عن إيه، عن معرفة أو موافقة لقول الإمام المعصوم. وهذا مما يختلف باختلاف الموارد، فرب مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الإمام وإن اتفقت فيها آراء جميع الأعلام، ورب مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة ولو من الشهرة. إذن هذا الكلام يكشف عن أن طريق معرفة قول الإمام عندهم هي الحدس، الحدس تخمين والظن. فانظر كيف يجعلون اكتشاف قول المعصوم بطريق الحدس
والظن هو العمدة، وإجماع السلف ليس بعمدة. فإجماع السلف عندهم ليس بعمدة ولا حجة، لكن استكشاف قول المعصوم عن طريق الظن الحدس والتخمين حجة وعمدة. هذه مفارقات في غاية الغرابة، واتفاق جميع أعلامهم لا يحصل به الجزم بموافقة الإمام، ومجرد الشهرة يحصل بها الجزم ولو لم يحصل اتفاق. إنها مقاييس مقلوبة، كما أنه اعتراف منهم بأن شيوخهم قد يتفقون على ضلالة. ومع إنكارهم حجية الإجماع في الحقيقة، فقد أثبتوا العمل بقول طائفة مجهولة وترك ما تقوله الطائفة المعروفة. عللوا لهذا المسلك الشاذ بأن الإمام مع الطائفة المجهولة. يقول صاحب معالم الدين: إذا اختلفت الإمامية على قولين، فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الإمام أحدهم، كان الحق مع الطائفة الأخرى وإن لم تكن معلومة النسب، حتى اعتبر وجود هذه الطائفة المجهولة شرطا لتحقق الإجماع في عصور الغيبة. قالوا: الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله رضي الله عنه مستورا بين أقوالهم. وهذا مقطوع بانتفائه، فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ إلى زماننا هذا وليس مستندا إلى نقل متواتر أو أحد، حيث يعتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم، فلا بد أن يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة. إذن أيضا العمدة عندهم هو قول الطائفة المجهولة، وهذا عزيز الوجود، فمنذ ما يقارب عصر شيخ الطائفة الطوسي لم يطلع على مثل هذا، والإجماع الموجود هو الإجماع المنقول، وكأنه قبل عصر الشيخ قد وجد مثل هذا الإجماع. وهؤلاء الذين يرفضون إجماع الصحابة يبحثون عن قول طائفة مجهولة ليأخذوا به، ثم هم قد أصابوا في عدم الاعتداد بأقوال شيوخهم وإن اتفقت كلمتهم، ولكنهم ضلوا في إعراضهم عما أجمع عليه الصحابة والسلف. وهم في وصولهم إلى ما يسمى بالإجماع عندهم يتخبطون أيما تخبط، حتى صارت إجماعاتهم المتعارضة كرواياتهم المتضاربة التي نلاحظها أثناء مراجعة كتاب كالاستبصار أو البحار أو غيرهما، بل إن العالم الواحد تتضارب أقواله في دعوى الإجماع. مثلا ابن بابويه القمي صاحب من لا يحضره الفقيه، أحد الكتب الأربعة المعتمدة التي عليها مدار العمل عندهم، قالوا عنه إنه لا يدعي الإجماع في مسألة ويدعي إجماعا آخر على خلافها وهو كثير، إنه بيتناقض، مرة يقول إجماع حصل على كذا ومرة ثانية يقول إجماع حصل على عكس هذا الرأي. حتى قال صاحب جامع المقال: ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع، كيف يتم الاعتماد عليه والوثوق بنقله؟ بل ربما ادعوا الإجماع في أمر لا قائل به، أمر لم يقل به أحد أصلا. يقول شيخهم النوري الطبرسي: ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر وإن لم يظهر له قائل ولا واحد قلبيه، ويسمونه مع ذلك إيه؟ إجماع. كما ذكر شيخهم الطبرسي وأكد على وجود الإجماعات المتعارضة من شخص واحد ومن معاصرين أو متقارب العصر، ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة إلى آخره. هذا قول الطبرسي وهو الخبير المتتبع لكتبهم، واضطر ليكشف هذا لنصرة مذهبه الذي ألف فصل الخطاب من أجله ويرد دعوى الإجماع على خلافه. فاستفدنا من هذا الاعتراف غير المقصود لذاته لنبين اضطرابهم في هذا الأصل. ثم إنهم وهم يقولون بأن الإجماع هو ما يكشف عن قول المعصوم لا يطبقون هذا، بل يتتبعون اتفاق أصحابهم لا قول معصومهم. ولهذا قال صاحب معالم الدين حينما ذكر ما قاله أحد كبار شيوخهم من أن العمدة هو كلام المعصوم لا اتفاق الفقهاء بدونه، قال:
والعجب من غفلة الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية، حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من غير قرينة جلية ولا دليل على الحجية معتدا به. فيعني حقيقة الأمر أنهم لا يقولون بالإجماع، ومع ذلك يجعلونه من أصول أدلتهم، ثم يتناقضون في دعوة ادعاء الإجماع وفي تطبيقه أيما تناقض. ولا شك أن القولين إذا تناقضا تساقطا، يبطل كل واحد منهما الآخر. حين وحتى يتجلى لك الفرق جليا بين مذهب أهل السنة في القول بحجيات الإجماع وبين مذهب الشيعة في ذلك، فلك أن تتصور أنه لو صدر من إمامهم محمد الجواد، والذي قالوا بإمامته وهو ابن 5 سنين، لو صدر منه وهو في هذا العمر قول أو رأي، طفل عنده 5 سنوات صدر عنه رأي أو قول، أو نسب إليه عن طريق جماعة من الروافض أنه يقول في أمر شرعي بحكم أو قول، وخالفته في ذلك الأمة الإسلامية جميعا، فإن الحجة في رأيه لا في إجماع الأمة. وقد جاء في أصول الكافي القول بإمامة الإمام ولو كان عمره 3 سنين، لو الإمام عمره 3 سنوات فقوله إيه؟ حجة، وهو يعني معصوم. في بعض الروايات ولو كان ابن أقل من 3 سنين. الحكاية يعني إيه؟ ولو أثر عن منتظرهم، لو جاء واحد جاب أي إسناد كده عن المهدي اللي في السرداب الخرافة، لو أثر عن منتظرهم الذي قال التاريخ بأنه لا وجود له، لو أثر عن المنتظر المهدي المنتظر قول، ولو عن طريق حكايات الرقاع، بعضهم كان يدعي أنه بيقابله بيجيب له إيه فتاوى مكتوبة من المهدي المنتظر في السرداب حكايات الرقاع، وخالفه في هذا القول أو ذلك الحكم المسلمون جميعا، فإن القول قول هذا المعدوم الذي لم يوجد، ولا عبرة بقول المسلمين جميعا. قال مفيدهم في تقرير هذا. أنا الكلام ده أهميته إيه؟ عشان لما نسمع الناس بتقول ده هم زينا بالضبط يا جماعة، ده هم بيقولوا بالكتاب والسنة والإجماع، فالحقيقة أن هذه عبارات طنانة مفرغة من محتواها. الكتاب احنا بدأنا بنناقش دلوقتي قضية قولهم في تحريف القرآن الكريم يوم السبت. السنة هي قول المعصوم وليست قول النبي عليه الصلاة والسلام، فالشيعة لا يعترفون لا بالبخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أبي داود ولا كل هذه الأشياء، لا حجة إطلاقا فيها، لأن السنة هي قول المعصوم. طيب والإجماع في حقيقته أيضا هو قول المعصوم، مش الإجماع بتاعنا احنا. فده اختلاف في أصول، في أصول الأدلة. نعم. يقول مفيدهم في تقرير هذا الأمر، يقول فلو قال، يعني الإمام، فلو قال قولا لم يوافقه عليه أحد من الأنام لكان كافيا في الحجة والبرهان. وهذا مذهب في غاية البطلان لا يحتاج إلى مناقشة. ولهذا قرر المفيد أن هذا مما شذت به طائفته، فقال وهذا مذهب أهل الإمامة خاصة، ويخالفهم فيه المعتزلة والمرجئة والخوارج وأصحاب الحديث. هناك أمر خطير جدا يعكس أهمية موضوع الإجماع عند الشيعة، مهم جدا نحن نلتفت إليه، أنه عند الرافضة قاعدة ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما خالف العامة ففيه الرشاد. يعني إذا احترت في مسألة فيها قولان مثلا، فيقول لك يعني زي ما واحد سأل أحد أئمتهم فبيقول له كما حكي يعني، فبيقول له أكون في بلد ليس فيها عالم من علماء الشيعة شيعتنا، وأحتاج أن أستفتي، مفيش قدامي غير مفتي من أهل السنة، سمونا احنا العامة، أما هم الخاصة الشعب الله المختار. فالعامة دول بقى الغوغاء، العامة أهل السنة علماء أهل السنة، بيقول أنا أوجد في بلد وليس أمامي غير مفتي من أهل السنة، وسألته في المسألة فذكر لي رأيين. فعندهم يعني زي ما عندنا احنا أهل السنة التعبد بمخالفة المشركين فيما هو من خصائصه،
تعبد، نحن نتعبد مخالفة المشركين في أمور كثيرة جدا، وأمرنا بذلك. هم عندهم يتعبدون بمخالفة أهل السنة، يتعبدون بمخالفة أهل السنة. هو قال له إيه؟ قال له بس قال له استفتيه، فما قال لك اعمل بخلافه. لما مفتي أهل السنة يفتيك بفتوى استفتيه، فاللي يقوله لك اعمل أنت بإيه؟ بخلافه. قال طب إن ذكر قولين فقال ما يرجحه اعمل بخلافه، قال إن ذكر قولين ولم يرجح قال انظر أقربهما من هواه فاعمل بخلافه. ويمكن تلاحظون لو رحتم الحرم الشريف في مكة أو المدينة تلاحظون الناس اللي عندها وعي، تلاحظ أنه دايما بيتعمد يخالف الناس في الإيه؟ في الصلاة. يبقى الإمام ساجد وهو راكع، الإمام قائم وهو ساجد. في رافضة بيعملوا الأشياء دي ورأيناهم كثيرا في الحرم المكي والمدني. ليه؟ لأن عندهم تعبد بمخالفة أهل السنة. يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى: الإجماع عند جمهور المسلمين ينظر فيه إلى إجماع الأمة، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن خرج عن إجماع الأمة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك عول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته، عول على هذه الآية الكريمة، وذلك بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها. يقول الإمام ابن كثير قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، دي موافقة لإيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه إيه؟ خالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع اللي هي الكتاب أو السنة، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، كما علم من الدين بالضرورة، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في هذا، ومن العلماء من ادعى تواترها. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وروي عنه صلى الله عليه وسلم عدة روايات في أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. يقول السخوي: هذا حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. هذا بالنسبة لجمهور المسلمين حجية الإجماع. أما طائفة الشيعة فالنظر عندهم في الإجماع إلى الإمام لا إلى الأمة، والاعتبار بمن دان بإمامة الاثنى عشر. يعني كمان الأمة بقى اللي بتجتمع أنهي أمة؟ هل هي الأمة المحمدية؟ لا، الأمة المجتمعة اللي لابد أن يكون يعني اللي يجمعها حجة اللي هي تشتمل على الإمام لازم تكون أمة مين؟ أمة الشيعة، أمة الإمامية الاثني عشرية، مش أمة محمد عليه الصلاة والسلام. واضح ولا لا؟ يعني لما الشيعة يقولوا إن الإجماع حجة ما دام اشتمل على إيه؟ قول الإمام، إجماع الأمة حجة، الأمة يعني أمتهم هم أمة الإيه؟ الاثني عشرية طبعا، لأن احنا عندهم لسنا من الأمة، نحن كفار. يقول: هذا بالنسبة لجمهور المسلمين. أما طائفة الشيعة فالنظر عندهم في الإجماع إلى الإمام لا إلى الأمة، والاعتبار بمن دان بإمامة الاثنى عشر بشرط أن يكون من ضمنهم الإمام، أو يكون إجماعهم كاشفا عن قول الإمام، ولا يلتفت إلى اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا عبر على الإطلاق، حتى لو اجتمع كل أهل السنة العلماء هم المجتهدون على شيء لا حجة فيه، لكن الحجة إجماع الأمة، يعني أمة إيه؟ يكون معتقدا بدين الشيعة وفي الأئمة الاثني عشر.
بل الأمر أعظم من عدم اعتبار إجماعهم. يعني هم لو مش بيحتجوا بالإجماع هذه في حد ذاتها كارثة، بل تعدى ذلك إلى القول بأن مخالفة إجماع المسلمين فيه الرشاد، يعني يتعبدون بمخالفة ما أجمع عليه المسلمون. وصار مبدأ المخالفة أصلا من أصول الترجيح عندهم، وأساسا من أسس مذهبهم، وجاءت عندهم نصوص كثيرة تؤكد هذا المبدأ وتدعو إليه. ففي أصول الكافي سؤال لأحد أئمتهم يقول: إذا وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، هناك حديثان أو يعني خبران، واحد منهم يوافقين أهل السنة، إذا وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة يعني أهل السنة والآخر مخالفا لهم، فبأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت للراوي بقى بيقول: جعلت فداك فإن وافقها الخبران جميعا، الخبرين موافقين العامة. قال: ينظر إلى ما هم أميل، ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. طبعا الكلام كما تعرفون بحث علمي راقي جدا، وكله موثق من مصادرهم مباشرة. وذكر ثقتهم الكليني أن من وجوه التمييز عند اختلاف روايتهم قول إمامهم: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. لما تحتار في حاجة ومش عارف تميز الروايات مختلفة، فإيه؟ شوف اللي بيوافق أهل السنة وخذ عكسه، لأن الرشاد والهداية فيما يخالفهم. وقال أبو عبد الله كما يفترون عليه: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، وهم أهل السنة. وعن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح، يعني الإمام رضي الله عنه: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله شيء ويروى عنه خلافه. يعني جعفر الصادق يأتي رواية بشيء وتأتي رواية أخرى برضو عنه بإيه؟ بخلافه، فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم. الترجيح يكون بإيه؟ بما خالف القوم، إشارة لأهل السنة. وما وافق القوم فاجتنبه. ويعللون الأخذ بهذا المبدأ بما يرويه أبو بصير عن أبي عبد الله، قال: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه. يعني ليه الهدى والرشاد في مخالفة أهل السنة؟ لماذا؟ يقول: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. تماما زي ما أبدأ مخالفة ليه؟ المشركين. انظر إلى هذا التعليل الغريب. وطبعا أبو عبد الله جعفر الصادق أبرأ خلق الله من مثل هذه الأكاذيب، فينسبون إليه أنه قال لهم معللا هذا المبدأ، وهو أن الهدى والرشاد في مخالفة أهل السنة. يقول: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء، ما هم من الإسلام في شيء. ويغرر هؤلاء الزنادقة الذين يبغون في الأمة الفرقة والخلاف بأولئك الأتباع الجهال الذين تعطلت ملكة التفكير عندهم بعدما شحنت نفوسهم بما يسمى محن أهل البيت، محن أهل البيت، مظلومية أهل البيت، فخدرت عقولهم بما يقال لهم من ثواب كبير ينتظرهم بمجرد حب أهل البيت. غرر هؤلاء الزنادقة بأولئك الأتباع فقالوا: إن الأصل في هذا المبدأ أن عليا رضي الله عنه لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره،
وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له من عندهم ليلتبسوا على الناس. يعني مع نفس الشيعة يقولون إن عمر كان يستشير عليا في كل صغيرة وكبيرة ويأخذ بقوله ويعمل بفتواه، وأن الصحابة كانت ترجع إليه في مشكلاتهم، لأن علي رضي الله تعالى عنه يعني كان عالما عظيما من علماء الصحابة، فهم لما يحبوا يتكلموا على مناقب أمير المؤمنين علي فيؤيدون كلامهم بإيه؟ بأن عليا رضي الله تعالى عنه كان عمر يستشيره ويراجعه، والصحابة كانت ترجع إليه في المشكلات العويصة من المسائل، وأن عمر قال لا عشت في أمة لست لها يا أبا الحسن، لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، فأي القولين نأخذ به ونصدقه؟ لكن هذا هو دأب هؤلاء الوضاع، التناقض، وهذه ثمار الكذب. كما يوصون أتباعهم بالوصية التالية، وهي وصية تعمق الخلاف وتضمن استمراره، وتكفل لهذه الفئة العزلة عن جماعة المسلمين وإجماعهم. عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا رضي الله عنه: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته. يحدث الأمر، تطرأ لي مسألة لا بد من معرفته، وليس فيه أحد أستفتيه من مواليك. قال: ائت فقيه البلد، يعني من أهل السنة، ائت فقيه البلد فاستفتيه عن أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. أحد شيوخهم يعلق على هذا النص فيقول: من جملة نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة، فأضلهم في جميع المسائل النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا، ونظيره ما ورد في حق النساء: شاوروهن وخالفوهن. وطبعا هذا لا يصح إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول بيحاول يدور له على دليل يعني لهذا المسلك، فيقول زي ما بيقول: شاوروهن وخالفوهن، وأن الرشاد في مخالفة شورى النساء، واضح؟ فهو يقول أن من جملة نعم الله على طائفة الإمامية الاثنى عشرية أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة، اللي منهم بقى للشيطان يعني بيؤيدون الشيطان في أقاويلهم، فالشيطان أضلهم في جميع المسائل النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا، عشان نكون على يقين من أن إحنا مذهبنا على حق، يعني تركهم والشيطان يضلهم في كل المسائل النظرية يتكلمون فيها، عشان هذا الإضلال من الشيطان يكون ضابطا لنا، يضبطنا أن إحنا لا نوافقهم في هذا الضلال، فنلتمس الهدى دائما في إيه؟ في مخالفته. هذه النصوص في منتهى الخطورة، وهي من وضع زنديق ملحد أراد الكيد للأمة ودينها، وأراد أن يفتح للقوم بابا واسعا للخروج من الإسلام، حيث يتجهون إلى مخالفة كل أمر من الدين عليه أمة الإسلام. وكيف يدعو قوم هذه عقائدهم إلى التقريب؟ وكيف يزعمون إمكانية اللقاء مع أهل السنة الذين يكون الرشد في خلافهم؟ يقول: بالإضافة إلى ما ألمحنا إليه في أثناء العرض، نوضح هذه المسألة أكثر فنقول: أما ثبوت حجية الإجماع فقد تكفلت كتب الأصول ببيانه والاستدلال عليه بما يغني ويكفي، والشيعة تقر بالإجماع اسما وتخالفه حقيقة، وقد نقل شيخهم المعاصر مغنيا اتفاق شيعته القدماء على القول بالإجماع، وأن المتأخرين عدوه من أصول أدلتهم ولكن لم يعتمدوا عليه، وهذا يعني أنهم خالفوا الإجماع الذي عدوه من أصول أدلتهم، أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا على ضلالة، أو أن متأخريهم خالفوا الحق الذي أجمع عليه متقدموهم. والحقيقة أن مآل الجميع إلى الإنكار، وإن كثر الدعاء بعضهم في هذا الباب لا سيما في كتب الأصول عندهم، ذلك أن دعوى الإجماع عند التمحيص مجرد لغو لا حقيقة له. بالإضافة إلى ذلك، فإن حيرتهم في الوصول إلى هذا الإجماع الذي يدعونه برهان جلي يدل على أنهم ليسوا على شيء،
ومن أوضح الأمثلة على ذلك اشتراطهم وجود عالم مجهول النسب لتحقق الإجماع، على اعتبار أن يكون هو الإمام الغائب. وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك من أعظم الجهل، حيث قال: رأيت في كتب شيوخهم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين وكان أحد القولين يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، فالصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله، قالوا: لأن قائله إذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم. تخيلوا الغباء والجهل، يعني في قولين، واحد يعرف قائله قاله فلان ابن فلان، وواحد لا يعرف قائله، فالحجة في القول الذي إيه؟ لا يعرف قائله، لأن ذا قول الإمام المعصوم. هي كده يعني تتخبط كده، إن ده يبقى الأدم لا يعرف قائله يبقى هو ذا الإمام المعصوم. فهل هناك جهل أعظم من هذا الجهل؟ وتعجب أو وتعجب كيف يجعلون عدم العلم بالقول وصحته دليلا على صحته. يقول شيخ الإسلام: من أين يعرف أن القول الآخر الذي لم يعرف قائله إنما قاله المعصوم؟ ولما لا يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله، وأن القول الآخر قد قاله من يدري من لا يدري ما يقول، بل قاله شيطان من شياطين الجن أو الإنس؟ فهم أثبتوا الجهل بالجهل، حيث جعلوا عدم العلم بالقائل دليلا على أنه قول المعصوم. تأملوا كلام شيخ الإسلام تماما، كلام رائع. يقول: أثبتوا الجهل بالجهل، حيث جعلوا عدم العلم بالقائل اللي هو جهلك بهذا القائل دليلا على أنه قول المعصوم. أثبتوا الجهل بالجهل، وهذه حال من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع في ظلمات البدع ظلمات بعضها فوق بعض. انتقدهم شيخهم الحر العاملي صاحب الوسائل على هذا المسلك، لأن هو من الإخباريين الذين لا يقولون بدليل الإجماع، فهو انتقدهم في هذا فقال: وقولهم باشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب، وأي دليل دل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو حتى الظن به؟ وأمر آخر لا يقل عن هذا، وهو: كيف يجعل قول طفل عمره 5 سنين لم يخرج عن طور الحضانة بمنزلة إجماع الأمة بأسرها، بل يرفض إجماع الأمة ويؤخذ بقول صبي أو معدوم، وهذا في غاية الفساد. قول صبي، لأنه لو الصبي عنده 5 سنوات وقال قولا وخالف إجماع كل الأمة المحمدية فالحجة في قول هذا الصبي، أو مثله في الغباء أيضا والجهل أن يؤخذ بقول شخص إيه؟ معدوم، على الأقل الصبي ده ولد، لكن المهدي اللي في السرداب في خيالهم لم يولد ولم يوجد فهو معدوم، فهذا أسخف يعني في عقولهم. وإذا بحثت عن إجماعهم الإسمي الذي يكشف عن رأي المعصوم كما يزعمون لم تجد إلا روايات يعارض بعضها بعضا، كما ترى ذلك في روايات التهذيب والاستبصار. وقد صرح به شيخ الطائفة في مقدمة التهذيب، وذكر أن هذا من أسباب خروج الكثير من التشيع. ثم يلحظ أن أهم مسألة عند الشيعة وهي مسألة الإمام قد تضاربت في تعيينه فرق الشيعة واختلفت مذاهبهم واضطربت اتجاهاتهم حوله بشكل كبير، كما حفلت ببيانه وتفصيله كتب المقالات عند الفريقين. فأين تحقق الإجماع وأصل المذهب تنخر فيه الاختلافات وتدور في شأنه المنازعة؟ يعني عنده قضية الإمام التي تجعلونه ركن الدين الأعظم، أنتم نفسكم اختلفتم اختلافا شديدا في شخصية الإمام، انقسموا حول يعني الإمام، فأين الإجماع حتى يحسم لكم هذا الخلاف؟ ترى كذلك أن دعاوى الإجماع عندهم متعارضة متضاربة، وما انفردت به الشيعة عن الجماعة وادعت الإجماع عليه هي أقوال في غاية الفساد سواء في الأصول أو الفروع، كإيمانهم بذلك المنتظر الذي لم يولد، هذا إجماع عند الشيعة، لا
لكن هل إجماع له قيمة؟ إجماع على وهم، على خيال. ومبالغتهم في أوصاف الإمام ومعجزاته إلى آخر ما شذوا به مما سيأتي بسطه وبيانه إن شاء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام حينما يقول فهو القول، يقول شيخ الإسلام: الشيعة ليس لهم قول واحد يتفقون عليه. الشيعة ليس لهم قول واحد يتفقون عليه، وهذا حق اعترفت به الشيعة نفسها، حيث جاء في أصول الكافي عن ابن أعين عن أبي زرارة بن أعين عن أبي جعفر رضي الله عنه قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاءه رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. يعني الإشارة إلى موضوع الإيه؟ التقية. التقية. ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. فهذا يؤكد أن من أصول مذهبهم بحكم عقيدة التقية اختلاف أقوالهم وتباين آرائهم، حتى لا يقف بزعمهم الأعداء على حقيقة مذهبهم، عشان مذهبهم الحقيقي إيه؟ يتوه في وسط أقوال متناقضة. خبل، خبل يعني إمام معصوم ويتعمد إضلالهم بأن ده يفتي برأي، وده برأي مناقض وده برأي ثالث، ولما يجي يعني يشكو من هذا التعرض يقول له أن ده محافظة على بقاء المذهب وعلى بقائنا، وأن دي تقية تحميلا جميعا. فهذا يؤكد أن من أصول مذهبهم بحكم عقيدة التقية اختلاف أقوالهم وتباين آرائهم، حتى لا يقف بزعمهم الأعداء على حقيقة مذهبهم، فكان من أثر ذلك أن ضاع المذهب ولم يعرف حقيقة رأي الأئمة، فكيف يمكن تحقق الإجماع على قول أو حكم في ظل هذا الاختلاف والاضطراب؟ والإمام أبو جعفر بريء من هذا، لكن هذا من اختراع الزنادقة، حتى لا يعرف الشيعة رأي أبي جعفر وغيره من علماء آل البيت، ليتسنى لهم نشر كفرهم وغلوهم. وكلما كذب هذا الغلو أئمة أهل البيت قالوا هذا تقيا، لما تجيب نصوص لأئمة أهل البيت تبطل ما هم عليه من الضلال يقولون إنما قاله تقية، وهم ينازعون في ثبوت عصمة الإمام. يقول قال علامة الهند صاحب التحفة الاثنى عشرية: وأما الإجماع فدعواهم أنه من أدلتهم باطل، لأن كونه حجة ليس بالأصالة، بل لكون قول المعصوم في ضمنه، فمدار حجيته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع. وهم ينازعون في ثبوت عصمة الإمام كما ينازعون في تعيينه، وأيضا إجماع الصدر الأول يعني قبل حدوث الاختلاف في الأمة غير معتبر عندهم، لأنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر. لا، الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر، لا هم لا يحتجون إطلاقا بهذا الإجماع. ومنع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة المتعة، هذا أيضا ما أجمع عليه الأمة، هذا باطل في نظرهم. فإذا كان هذا الإجماع غير معتبر عندهم، فبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة، كيف يتصور الإجماع، ولا سيما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة؟ ثم أشار صاحب التحفة إلى صور من التناقض عندهم، حيث إن بعضهم نقل إجماع فرقتهم على أمر و كذبهم وأنكر عليهم بذلك الآخرون منهم، لا أدى الإجماع في خلافه، وأن شيخهم الشهيد الثاني وهو من أجلة علمائهم قد أفرد فصلا مستقلا في أن شيخ الطائفة قد ادعى في مواضع إجماع الفرقة، مع أنه قال هو بخلافه في مواضع أخر. يقول الدكتور القفاري إن مذهبهم بأن الإجماع حجة
من جهة كشفه عن رأي المعصوم فقط، لا من جهة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما عليه أهل السنة، فوق أن هذا إنكار للإجماع على الحقيقة، فإن في ذلك مخالفة للحديث الثابت عندهم، وهو لا تجتمع أمتي على ضلالة، كما أن هذا الحديث أيضا ورد من طرق أهل السنة كما سبق الإشارة إليه. فلماذا لا يؤخذ بهذا النص؟ يعني هذا النص اللي هو لا تجتمع أمتي على ضلالة هو عندهم أيضا حجة، وهو عندنا أيضا حجة، لماذا لا يؤخذ بهذا النص الذي يستدل به كل من الفريقين؟ وليس ذلك فحسب، بل قد ورد أيضا في الاحتجاج وهو من كتبهم المعتمدة رواية عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري رضي الله عنه في حديث طويل قال: واجتمعت الأمة قاطبة، لا اختلاف بينهم في ذلك على أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها، فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة، فأخبر أن ما اجتمعت عليه ما أجمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق، فهذا معنى الحديث، لا ما تأوله الجاهلون ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة والروايات المزخرفة واتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتاب وتحقيق الآيات الواضحات النيرات. انتهى كلامه من بحار الأنوار. في هذا النص لم يقل إمامهم انظروا إلى ما اتفق عليه الجماعة التي فيها المعصوم ودعوا رأي الجماعة الأخرى، ولم يقل ابحثوا عن الجماعة أو الشخص المجهول النسب فقد يكون المنتظر من ضمن ذلك تلك الجماعة أو يكون هو نفس مجهول النسب، بل قال بأن ما أجمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق، وبين أن أساس إصابة الحق هو الاعتماد على الكتاب والسنة، وأن إصابة الحق في حالة الإجماع محققة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث هو أحد حجج جمهور المسلمين في إثبات حجية الإجماع، وحذر من اتباع غير ذلك من الروايات المكذوبة. فلماذا تشذ هذه الطائفة وتأخذ بتلك الروايات المكذوبة وتدع قول إمامهم وتفارق الأمة وتنبذ إجماعها وتأخذ برأي طفل صغير أو معدوم وتدع ما أجمعت عليه أمة الإسلام؟ كل ذلك لأن زنديقا وضع لها أصلا يقول بأن ما خالف العامة فيه الرشاد، فجمعوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، جعلوا ذلك أصلا للنجاة، مخالفة الهدي الكتاب والسنة والصحابة أصلا للنجاة، فصار كلما فعل أهل السنة شيئا تركوه، دول بيخلفونا كمان في صيام رمضان وفي عرفات، هذا أيضا من بناء على هذا المبدأ، فصار كلما فعل أهل السنة شيئا تركوه وإن تركوا شيئا فعلوه عند بقى، فخرجوا بذلك عن الدين رأسا، وذلك هو الضلال المبين والهلاك باليقين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولو كان هذا الأصل اللي هو قولهم ما خالف العامة ففيه الرشاد، لو كان هذا من عند الأئمة كما تزعم هذه الزمرة لكان الأئمة أسبق الناس إلى تطبيقه على أنفسهم، والواقع الذي يوافقنا شيوخ الشيعة عليه أن علي رضي الله عنه لم يشذ عن الصحابة، بل إنه كما يقول شيخهم الشريف المرتضى دخل في آرائهم وصلى مقتديا بهم وأخذ عطيتهم ونكح سبيهم وأنكحهم ودخل في الشورى. فكل سلوكيات أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه تكشف أنه كان مع إجماع الصحابة وإجماع الأمة، ولم يشذ إطلاقا، لم يطبق هذه القاعدة الزنديقة ما خالف العامة فيه الرشاد. فيقول ده المرتضى نفسه بيقول أنه دخل في آرائهم وصلى مقتديا بهم، كان يصلي مأموما خلف الخلفاء الثلاثة،
وأخذ عطيتهم ونكح سبيهم، يعني ابن محمد ابن الحنفية، هو ابن علي بن أبي طالب، وهذه الحنفية امرأة من سبي بني حنيفة. طيب هذا القتال كان تحت إمرة من؟ أبي بكر. فكون علي بن أبي طالب يتزوج هذه المرأة الحنفية والتي يباح له نكاحها لأنها من سبي نوع من الجهاد، فهو جهاد شرعي، وإلا لما كان استحل أن يعني يستفيد من آثار الجهاد الذي قاده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. من المقصود بهؤلاء؟ من بنو حنيفة المرتدوا. فهنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يثني على من يطيع الإمام الذي سوف يأمره، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، فإن تطيعوا يؤتكم. تطيعوا من؟ تطيعوا أبا بكر، لأنه هو الذي أمرهم بذلك. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهذا يدل على شرعية خلافة وإمامة أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي لم يذهب إلى مخالفة الصحابة في أي شيء مما أجمعوا عليه، وكان رضي الله تعالى عنه يكره الاختلاف، كما روى البخاري عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة. انظر الكلام الحق منير، إن على الحق نورا. انظر إلى كلام أمير المؤمنين: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة. يقول ابن حجر رحمه الله: قوله فإني أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع، قال ابن التين يعني مخالفة أبي بكر وعمر، وقال غيره المراد المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة، ويؤيده قوله بعد ذلك حتى يكون الناس جماعة. وكل ما ينفرد به الشيعة وتشذ به ليس من هدي علي رضي الله تعالى عنه. كان علي رضي الله تعالى عنه مع الأمة في إجماعها، لأن فيه الرشاد لا في مخالفتهم كما تدعيه هذه الزمرة الحاقدة على الأمة والتي تبغي فيها الفرقة والشتات. ولهذا لم نجد إجابة عن موافقة علي رضي الله عنه للأمة إلا بدعوة التقية. لما تقول لهم طب علي فعل كذا، علي أطاع أبا بكر عمر، علي لم يعترض على كذا، فيقولوا لا دي كانت إيه؟ تقية. طيب تقية وهو ماشي واحد من الرعية، لكن لما بقى خليفة بقى في تقية برضه، بقى هو الخليفة الممكن. يقول: ولهذا لم نجد إجابة عن موافقة علي رضي الله عنه للأمة إلا بدعوة التقية، أي نفاق علي للصحابة، برأه الله مما يفترون، وهي دعوة تتناقض مع العقل والتاريخ فضلا عن الشرع والدين. فلم يستطع شيوخ الشيعة كما ترى أن يثبتوا على علي تطبيقه لهذا الأصل المفترى، بل أقروا بموافقته للأمة على لسان شيخهم الشريف المرتضى، وحتى إبان خلافته وامتلاكه لزمام الأمور التي تنتفي معها التقية لم يقدروا على إنكار موافقته للأمة. يقول شيخهم نقبة الله المسمى نعمة الله الجزائري: ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا، القرآن الحقيقي. لما جلس أمير المؤمنين عليه السلام على سرير الخلافة لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه، كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء، وكما لم يقدر على عزل شريح عن القضاء ومعاوية عن الإمارة. فثبت بنقل الفريقين أن أمير المؤمنين لم يفارق إجماع الأمة، وأن الإمامية قد خالفت سيرته حينما وضعت لنفسها مبدأ مخالفة الأمة، فليست له بشيعة وليس لها بإمام رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم،
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.